كده يا فاروق، لكن برضو خلينا بقى نتكلم معاكم دلوقتي في موضوع يعني ساخر، موضوع ساخر، الموضوع اللي هنتكلم عليه موضوع كوميدي شويه، وهو هل فكرنا في مره واحنا مثلا لو مقبلين على الجواز تحط شرط من الشروط اللي انت عايز تحصل في حياتك بقى الزوجيه طول الوقت ولا لا، زي ما عملت الست الهنديه مع جوزها وهم بيتجوزوا، حطت شرط بسيط كده ان هو ما يتاخرش مع اصحابه بعد الساعه 9، وكمان صحابه حطوا شرط تاني بقى بيعلوا عليها ان هي ما تكلمهوش طول ما هو قاعد معاهم. يعني احنا عارفين طبعا احنا دايما مثلا الروتين بتاع الرجاله اليوم ان هو ممكن يكون بيروح الشغل، وبعد ما يروح الشغل ممكن يتغدى ويروح يقعد مع اصحابه على القهوه والكلام ده كله، القهوه دي بتاخد لها وقت شويه طويل وبيكون بعيد بقى عن بيته ومراته، فالست حبت تحط بقى الايه المشروطه محطوطه، ده بقى المثل المصري، المشروطه محطوطه. ما سمعتوش قبل كده؟ لا. شفت بقى دي بقى اول مره اسمع عنها، ده جديد بقى، المشروطه محطوطه يعني يقول لك قبل ما تدخلي في اي شغل يقول لك بص يا عم المشروطه محطوطه، اول مره في حياتي اسمعها يا شيخه والله. لا ازاي بقى طب هنستنى تليفونات حضراتكم عشان تقول لنا عارفين المشروطه محطوطه ولا لا. اولا موضوع القهوه ده بيستفزني جدا وبيستفز كل الستات. هيستفزك ليه وانت مش متجوزه لسه؟ هيستفزك ليه فيما بعد يعني. باعتبار ما سوف يكون بالظبط كده. بحب امن دايما اللي قدامي. دي حاجه. تاني حاجه بعد كده بمثل هنا برضو الستات، يعني جزء كبير من الستات والبنات. اوكي ماشي. حلو قوي موضوع شروط عقد الجواز ده قوي بصراحه بجد. لو في عقد الجواز وفي شروط هتتحط يعني. ايوه لو في كل واحده وواحد كده عايز يحط الشروط تبقى حلوه جدا بجد. مش هيبقى في طلاق، مش هيبقى في ازمه. ليه؟ انت عايزه ايه انا هحطه لك في عقد الجواز، انت عايز ايه تمام وكده وخلاص، وكل واحد يتفق على اللي هو عايزه من الاول. يعني بيقول لك ايه اللي اوله شرط اخره ايه المشروع. ما ايه ده. ايوه بس الموضوع هنا برضو لا يعني كوميدي قوي. أيوة. ان هي تقول له ما تنزلش مع اصحابك وما تروحش القهوه. لا ما منعتوش. هو برضو قالت له تعالى 9. طب ما هو كمان برضو الشرط بتاعه غريب يعني من اصحابه. ده اصحابه مش هو، يا ريته هو. ما هو اصحابه اللي حطوا شرط في عقد الجواز. ما هو اللي هيتجوز، ما هو مش اصحابه اللي هيتجوزوا. ما هم اصحابه في الخبر بيقول ان هم اللي أيوة. شرطوا عليها ان هو ما يتكلميهوش وهو معانا. والشرط ده حطه في عقد الجواز. أيوة. يبقى هو اللي حاطط الشرط. يا يعني ايوه بس بتكلم بقى في ايه؟ ما هو برضه هو شخصيته مش تمام. شخصيته مش تمام. ايوه هو لو فعلا يعني شخصيته برضه مش تمام. لا مراته ولا اصحابه هم اللي هيمشوه. بس انا بتكلم في ايه؟ بتكلم ان هو يعني انا شايف دي برضو بعض الحاجات اللي بنحطها في عقود الجواز خالص مش ولا ينفع. مش جاي على هواك طبعا. مفيش طبعا. راجل هيحب يتحط له شرط. لا يعني حاسس دي شروط يعني ساذجه قوي، حاجات بسيطه قوي. عارف اللي هو ناس بتهزر. يعني ساذجه قوي يعني ان انا انزل على القهوه واصحابي لا لما ابقى معاهم محدش كلمني. يعني حاجه برضو عايز اقول لك بقى انت مش شايفها منطقي بالنسبه للبنات او تفكيرنا كرجاله. يعني انت شايفها تافهه بس في قضايا طلاق كتير جدا بتحصل بسبب قعده الراجل على القهوه. طب لو اتاخر عن 9:30 هيحصل ايه؟ لا يتاخر براحته بس يوم واحد في الاسبوع. مش كل يوم. لا قالت له لو اتاخرت ما تاخرش عن 9. ما هو كل يوم بيروح يقعد على القهوه. طيب ايه المشكله يعني؟ شوف كل يوم هتطلبه بالقايمه بقى. ده هتطلبه بالقايمه كده لو اتاخر شويه. ده يعني يسيب مراته ويسيب بيته. بقول لك العفش بقى والحاجات والليله. انت حر 9:05 ده انت بالنسبه لك كده في نكد. في نكد. لا بصوا مش منطقيه. انا بالنسبه لي مش منطقيه. شايف ان هي حاجه كوميديه. يعني هي طبعا عشان كده جبناها النهارده معانا في الخبر ان هي الناس بتحط حاجات او شروط اكبر شويه في الجواز دلوقتي. لان فعلا في بعض الحاجات لو ما اتحسمتش من البدايه ممكن توصل للانفصال او توصل لل يعني لمشاكل كبيره جدا. بس بحس برضو ان الحاجات يعني ممكن تعدي. مش بنقطع الواحده هي سهله عندك كده. هي سهله عندك بس مش سهله عند ناس كتير على فكره. يعني في راجل ممكن يبقى والله كل يوم. والله يا مروان انت اللي مصعباها. انا مش مصعبه حاجه. مالك في ايه؟ انت مش كنت معايا ولا ايه؟ الراجل مع الحق. ايوه الراجل مع الحق. انا ما بقعدش على قهوه. بس يعني زين هنا في البرنامج. ايوه لا صح صح صح. لا انا مش مصعباها على فكره، انتوا اللي بتصعبوها. يعني ممكن تخرج مره في الاسبوع. ماشي. لا ماشي ماشي. لا ركزوا معايا بقى في كلامي ما تقعدوش تشوشوا عشان الكلام مش عاجبكم. تاخدوني على قد علي؟ لا 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 ده انت الكمه. ايه ده؟ مفيش الكلام ده. امال ايه؟ امال ايه؟ امال ايه؟ بص قلت لكم امال ايه؟ امال ايه؟ شفت بقى؟ اتقعد له كده. هو ده بقى سبب الموضوعات اللي بالشكل ده يا ساره.